السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في شهيرة الميمة. اليوم ان شاء الله نقدم لكم حلوى بدون فرن لذيذه بزاف، كتجي مع الكعك. بقاو معنا وشوفوا المقادير وطريقه التحضير. ناخذ نصف لتر حليب، كاس تاع السكر كنضيف عليه، وعندي هنايا سكر فانيلا، سكر بنكهه الفانيلا، وعندي نصف ملعقه صغيره من الخميره كيماويه، نضيفهم على الخليط ديالنا. هذا الخليط ديالنا وجب، كنخليوه على نار مهينه حتى كيتبدل اللون ديالو ويتقال لينا ولي بحال هكا. دابا راه الخليط ديالي بارد والمذاق ديالو كيجي لذيذ بزاف. عندي هنايا البسكوي مطحون، وعندي هنايا الفول السوداني اولا الكاوكاو محمر ومطحون، نضيفو على البسكوي وغنجمع بهاد الخليط اللي حضرنا. نبدا شويه بشويه كيتش معايا الخليط، بعد ما عجننا المكونات ديالنا مزيان ولونا معلكين في شكل العجين، بديت كنشكل فيهم هنايا. كناخدو شويه من الخليط ديالنا، تشكلو بحال شكل حربوش. غنحاول ندير لهم نفس الحاجه، الحربش اللي عندي كامل غنطلع عليه من الفوق بشي شويه. من بعد ما تبقى الضوء الحوش ديالنا مزيان غادي نهزو ونضيفو هنايا الكراطة. فرشت ليها هنايا بلاستيك غذائي باش الحرابش ديالي ما يلصقوش ليا في الكراطة. غنستمر على هاد العملية هادي حتى نكملو الحشوة ديالتنا. Thank you.
العجين ديالنا كامله. اما تاخذوا الحاج ديالكم تخرجوا من الجمد كيبردوا مزيان باش يكون ساهل التقطاع، اولا ديروا كما غندير انايا، دهنت هاد القطعه هادي دهنتها بالزيت باش ما تلصقش ليا الحشوه، وندور نقطعوا الحشوه ديالنا ولا الحابش ديالنا على هاد الشكل هذا. تنقطعها و تنقطعها مزيان مزيان، و كاع الحبات ديالنا تنجيبو الشكلاط، الشكلاط دوبتو و تنحطيهم في الشكلاط. هنايا نفرشا في بلاستيك الغذائي، وصلنا نهاية الفيديو. كنتمنى هذه الفكرة هذه تنال إعجاب ديالكم وتجربوها. لا عجبكم هذا الفيديو هذا عملوا لايك، بارتاجيو الفيديو مع عائلتكم أصدقاء، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة.